مساء الخير، هسه بدي اشرح طريقه الريلاتيف اكسلريشن. طريقه الريلاتيف اكسلريشن زي الريلاتيف فيلوسيتي، بتختلفش عن هاي شيء، بس بدي تركيز شوي. في عندي هذا السؤال اي بي دي اي، بحكي لي لينك اي بي دي اي يعني بتحرك نونج ذات ذا بوزيشن اوف كرانك اي بي هاز ا كونستنت انجولار فيلوسيتي 20 راد كاونتر كلوك وايز، يعني دبليو اي بي تساوي كم؟ 20 كي هات. طيب حكى لي اوجد الانجولار فيلوسيتي والاكسلريشن للباقيات، يعني زي ما كنا نعمل بالريلاتيف فيلوسيتي نفس الاشي. شو بنحكي له؟ اوميجا اي بي قصدي في بي كفيكتور بتساوي اوميجا اي بي كي هات كروس ار اي بي من اي لبي. طيب شو نعمل؟ اوميجا اي بي 20 كي هات، طيب كروس ار اي بي، ار اي بي هيها السبورت للنقطة، الاكس 20.3، طب 20.3 طبعا، طب 10 قوس سالب 2 لانه بالسنتي ايش بس 20.3 اي هات زائد 35.6 ضرب 10 قوس سالب 2 جي هات. هاي الارتفاع. طيب هاي طلعت في بي، بضرب كي في اي وكي في جي، بيطلع معي مثلا كي في اي موجب جي، يعني كذا كذا جي، وكي في جي سالب اي، كذا كذا سالب اي، ماشي. طيب طلعتهم، شو بروح هسا على في دي؟ في دي بدها تساوي اوميجا دي اي كي هات كروس ار من السبورت للنقطة من اي لدي، شو بدها تساوي؟ اوميجا دي اي مجهولة كروس من اي لدي كم؟ 43.2 اي هات 43.2 جي هات، 43.2 ضرب 10 قوس سالب 2 اي هات بالسالب زائد 43.2 ضرب 10 قوس سالب 2 جي هات بالموجب، كي في اي جي والسالب سالب جي فسالب جي، وكي في جي سالب اي سالب اي، تطلع معي هاي في دي كفيكتور. طيب شو بضل عندي؟ بدي اطلع البار بي دي، ف في بنسب اي نقطة للثانية مش مشكلة، في دي ريلاتيف لبي شو بدها تساوي؟ اوميجا دي بي الحرفين كي هات كروس ار من بي لدي، ار بي دي شو بدها تساوي؟ اوميجا دي بي كي هات مجهول كروس ار بي دي اللي هي هيها، الافقي 30.5 والعمودي 7.6، 30.5 ضرب 10 قوس سالب 2 اي هات زائد شو اسمه 7.6 ضرب 10 قوس سالب 2 جي هات، بطلعهم. طبعا هي حل كتاب، حل كتاب عملت زي ما عملت انا، في دي هيها اوميجا دي اي في كذا، وفي اي بي هيها اوميجا في اللي عملتهن زائد اوميجا دي بي هيها، طلعهن كمعادلتين مجهولين، هي المعادلتين المجهولين طلعت معي اوميجا اخذ اي لحال وجي لحال، اوميجا دي بي سالب 29.34 كي هات، يعني ايش؟ مع عقارب الساعة، واوميجا دي اي تساوي 21.64 كي هات. طيب ايش بعمل هسا؟ درجة الاكسلريشن، الاكسلريشن شو بعمل انا؟ شو انا عملت هون؟ طلعت الريلاتيف لهاي ولا هاي؟ هاي كتبت القانون في دي تساوي في بي زائد في دي ريلاتيف لبي. شو بعمل؟ نفس الخطوة بس بدل في اي، شو بحكي له؟ اي دي تساوي اي بي زائد اي دي ريلاتيف لبي، وانا حكيت لكم باول فيديو بالاساسيات انه الاي بساوي الفا كروس ار ناقص اوميجا تربيع في ار، يساوي الفا كروس ار ناقص اوميجا تربيع في ار، هاي ماجنت، هاي فيكتور وهاي ماجنتيود، ماجنتيود بس الار فيكتور بتكون يعني ضرب نقطي، وهي ضرب متجهي، زائد الفا كروس ار ناقص اوميجا تربيع في ار. طيب شو الالفا وشو الار؟ شو اخذت انا الالفا اللي بفي دي؟ اخذت اوميجا دي اي فالفا دي اي، وار ايش؟ ار دي اي نفسها، والاوميجا اوميجا دي اي طلعتها، يعني اذا غلطت بالاوميجا بغلط بالسرعه التسارع، والار ار دي اي. طيب الفا، الفا ايش؟ الفا اي بي كم؟ زيرو. ليش زيرو؟ لانه حكى لي كونستنت في انجولار فيلوسيتي، فهذا زيرو كله، هذا كله زيرو، بضل اوميجا تربيع في ار، اوميجا اي بي اللي معي بالسؤال بضربها بار كنقاط. بعدين الفا كروس ار اللي هي للريلاتيف، الريلاتيف ايش؟ اخذت بي دي، فالفا بي دي
و R بي دي من بي لدي وأوميجا نفس الإشي. طيب هاي كدلالة فيكتور، باخذ مادتين مجهولين بطلع الألفا. هيو عمل زي ما عملت أنا، A دي ألفا دي إي كروس كذا ناقصهم كذا تربيع في R. هيو كروس ضرب هاي متجهي، صارت هاي كي في I جي هي بالسالب وكي في جي سالب I. طبعا الألفا زي الأوميجا باتجاه الكي، زائد هسه هاي كماجنتيود هاي الأوميجا دي إي طلعت أنا 21.6، بربعها بضربها بآي بطلع معي كذا آي، بربعها جي. طبعا ليش هون موجب هون سالب؟ لأنه هاي السالب دخلت هون صارت موجب، والسالب مع السالب مع الموجب صارت سالب. يعني مش بعكس الإشارات زي آي بجي، زي كي بجي بحكي سالب آي، لا بعكسش. وهاي أي بي عملها نفس الإشي وحكى لي صفر لأنه كونستانت، وأي جي وعمل معدلتين مجهولين وحلين. طبعا هذول الجوابين غلط، هذول صح بس هذول الجوابين غلط. هاي طريقة التفكير، عشان ناس بدي أحل البروبلم وأشرح موضوع الفلويد.